قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إن إجمالي الصادرات المصرية خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي بلغ 20 مليارا و400 مليون دولار، من المتوقع أن تصل إلى 22 مليارا و400 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 10% عن عام 2016. وأضاف قبيل أن الواردات شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي بلغ 51 مليار دولار، من المتوقع أن تصل إلى 56 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 15%.